أحبائي الأطفال، عدنا إليكم من جديد. كيف حالكم؟ اليوم هو درسي عن حرف الثاء وكتابته مع حروف المد. مستعدون لنبدأ؟ لنتذكر معا ما اسم حرفنا. اسمي حرف الثاء. اسمي حرف الثاء وصوتي اث. وصوتي اث. لي شكلان، متصل ومنفصل. متصل في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. في أول الكلمة يأتي له يد واحدة تمسك بالحرف الذي بعدها، أما في وسط الكلمة فله يدان تمسك بالحرف الذي يأتي قبله والحرف الذي يأتي بعده. أما المنفصل فهو حرف الثاء كبير جالس على السطر. حرف الثاء. حرف الثاء في أول الكلمة مثل كلمة ثعلب. ثعلب، لنقطعها معا. حرف الثاء جاء متحركا بعده حرف ساكن ثع، سوف يجلسان معا. حرف اللام جاء مفتوحا، ثم جاء بعده حرف الباء مضموم، سوف يجلس كل منهما على كرسي لوحده، لأنه كما اتفقنا حرفان متحركان لا يجتمعان معا على نفس الكرسي. ثعلب. ثعلب. أما في وسط الكلمة مثل كلمة مثلث. مثلث. مو جاءت متحركة وبعدها حرف الثاء متحركا بالفتح، سوف تجلس لوحدها. مو. س متحركة وبعدها حرف اللام متحركا أيضا، سوف تجلس لوحدها. مو ث. حرف اللام متحرك وبعدها حرف الثاء أيضا متحرك، سوف يجلس حرف اللام لوحده وحرف الثاء لوحده، فتصبح تقطيعها الصوتي هو مو ث ل ثو. مثلث. أما في آخر الكلمة مثل كلمة محراث. محراث. حرف الميم جاء مكسورا وبعده حرف ساكن، قلنا أن حرف متحرك بعده ساكن سوف يجلسان معا. مح. حرف الراء جاء بعده حرف المد وهما أصحاب لا يفترقان. مح را. را، سوف يجلسان معا. أما حرف الثاء بقي حرفا أخيرا وهو متحرك ضد ضم، سوف يجلس لوحده. محراث. محراث. لنتناول الآن حرف الثاء مع المد القصير أو مع الحركات. أخذنا أربعة حركات من اللغة العربية، وهي حركة الفتح والضم والكسر والسكون. حرف الثاء مع حركة الفتحة ث س. حرف الثاء مع الضم ثو ثو. أما مع الكسرة ثي ثي. أما حرف الثاء مع السكون فيبقى صوته كما هو إث إث. أما حرف الثاء مع حروف المد وهي الألف والواو والياء. أ أو إي حروف المد. حرف الثاء مع حرف مد الألف ثا ثا. حرف الثاء مع حرف مد الواو ثو ثو. حرف الثاء مع حرف مد الياء ثي ثي. ثا ثو ثي. حرف الثاء مع حروف المد
في كلمات حرف الثاء مع حرف مد الألف ثاء، مثل كلمة ثامر. حرف الثاء مع المد الواو ثو، مثل كلمة ثوم. حرف الثاء مع حرف مد الياء في، مثل كلمة ثيران ثيران. كلمات بحرف الثاء. انظر إلى الصورة الأولى، لدي صورة قيثارة 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 قيثارة، فيها حرف الثاء في منتصف الكلمة. أما في الصورة الثانية فأنا أرى صورة ثوب ثوب ثوب، هكذا تقطيعها الصوتي. فحرف الثاء جاء معه حرف المد الواو ثو، وحرف الباء جاء متحركا بالضم ثوب، وجاء حرف الثاء في أول الكلمة. أما في الصورة الثالثة فأنا أشاهد صورة ثعبان ثعبان ثعبان، حرف الثاء جاء بعده حرف ساكن ثع، والباء مع مد الألف باء ونو ثعبان. انظر إلى الصورة الأخيرة فأنا أشاهد فيها صورة ثوم ثوم، حرف الثاء مع حرف الواو ثو ثو مو ثو مو. إلى هنا أحباء الأطفال أكون قد أنهيت درسي، إلى اللقاء.